بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعادة. طاب مساءكم. دائما حيوا القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بماء السماء، فاستحسنوا القول فإنها صفة العقلاء، فالحق غريزة ولا تنفع فيها حيلة، من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في عمره، ودائما الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، المرء بفضيلته لا بفصيلته، وقالت العرب قديما: رأيت جهل الجهال قبيحا فاجتنبته فتأدبت، وقالت أيضا: ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. رسالة لكل أولياء الأمور: اجلسوا مع أبنائكم واقتربوا منهم دائما، واعقدوا معهم كل المودة والمحبة والوئام، ومن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وسره، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وضره. في هذه الأجواء ما شاء الله تبارك الله الجميلة، من خلال برنامج مساء الخير يا كويت ننطلق معكم مع دعاء المطر، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون صيبا نافعا، وأن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، ونخص بذلك زميلنا الزميل الغالي المخرج عادل الرشيدي، عسى الله يشافيه ويعافيه. ونشوف هذا التقرير وهذا الدعاء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. إن الدستور الذي تنعم به هذه البلاد هو جزء لا يتجزأ من تكوين المجتمع القائم على المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت. نعم عيد، وليس أكثر من تنظيم حقوقي لعادات معمول بها جبل عليها أهل الكويت. إن الدستور الذي تنعم به هذه البلاد لم يكن إلا بعضاً من تصورها وعاداتها، وجزءاً لا يتجزأ من تكوين المجتمع القائم على المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت. فمنذ نشأتها الأولى، وهذه البلاد تنعم بدعائم الحياة السياسية السليمة التي تستند على مبدأ الشورى، حيث كان اختيار أول الحكام الشيخ صباح الأول قائماً على تبادل الرأي والتشاور. ولقد شكل الدستور الذي يعد الأقدم بمنطقة الخليج العربية نقطة تحول في تاريخ الكويت، وبداية مرحلة جديدة ونقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان هذه الدولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. حيث يعبر الدستور عن إرادة الحاكم والشعب في العيش معا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون، كما يعد الوثيقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
إن الدستور الذي أصدرناه ليس أكثر من تنظيم حقوقي لعادات معمول بها في الكويت، فقد كان الحكم دائما في هذا البلد شورى بين أهله. ضيفنا القادم فهد العبد الجليل رئيس الجمعية الكويتية للتراث، والحديث عن الذكرى 60 على إقرار وثيقة الدستور. في الغد تحل الذكرى 60 على إقرار وثيقة الدستور، والذي يعد نقطة تحول في تاريخ الكويت، إذ يمثل العقد الوثيق بين الحاكم والشعب وصمام الأمان في حماية الحريات وتحقيق العدالة والمساواة. نعم عيد، وبهذه المناسبة يسرنا أن نستضيف الأستاذ فهد العبد الجليل رئيس الجمعية الكويتية للتراث الحديث. طبعاً الحديث عن هذه الذكرى العزيزة اللي يفخر بها المجتمع الكويتي. حياك الله وأهلا وسهلا فيك أستاذ فهد، منورنا بتلفزيون الكويت، ومساء الخير يا كويت. الله يحفظكم، مشكورين على هذه الاستضافة، وشكرا على جهودكم وجميع طاقم العمل من خلال هذا البرنامج. حياك الله وأهلا وسهلا فيك. طبعا قبل ما نرجع حق الماضي الجميل والزمن الجميل والذكريات في هذه المناسبة، نبي نعرف أنت شنو حاب تقول في هالمناسبة المهمة جدا بتاريخ الكويت. يعني 11/11/2022 نحتفل بمرور 60 سنة على إصدار دستور دولة الكويت. احنا لما نقول إصدار الدستور يعني في مقدمات تاريخية. إصدار الدستور معناتها يعني نربطها بالاستغلال. الاستغلال كان في 19/6/1962. إذا قلنا إصدار الدستور نقول اتفاقية الحماية مع بريطانيا. بعد طبعا قبل إصدار الدستور كان هناك في ممارسات ديمقراطية عديدة، ليس فقط من خلال مجلس أمة. يعني ما هي بداية ممارسة ديمقراطية مجلس أمة، لكن كان هناك في مجالس تشريعية، ثلاث مجالس تشريعية في تاريخ الكويت. كان مجلس الشورى الأول عام 21، مجلس تشريعي الثاني 38، مجلس تشريعي الأول 38، مجلس تشريعي الثاني 38. كذلك كان هناك في الدوائر الحكومية قبل الاستغلال، اللي هي تحولت طبعا بعد الاستغلال إلى وزارات. كان فيها انتخابات، كان فيها ممارسة ديمقراطية فعلية. كذلك يعني نظام الحكم في الكويت، الكويت اليوم تمتلك أعرق كيان سياسي في المنطقة. يعني بدأ حكم الصباح يعني من عام تقريبا 1752. وجودهم طبعا أقدم من هذه الفترة بكثير. الحمد لله يعني طريقة انتقال الحكم من حاكم إلى حاكم طريقة سهلة، وفيها اتفاق وفيها إجماع. كذلك مبايعة أهل الكويت يعني في البداية يعني لصباح الأول، ويعني الشورى يعني والاحترام المتبادل بين الحاكم وشعبه. يعني من تأسيس الكويت إلى اليوم، كل هذا فعلا يبين أنه ويعزز أن الكويت فعلا يعني عرفت الديمقراطية منذ نشأتها منذ تأسيسها. ولكن الدستور أنا راح أرجع إلى اللي عرفته يعني، ومن أقوال الشيخ عبد الله سالم بعد صدور الدستور إيش قال؟ قال الدستور يعني إصدارنا الدستور هو عبارة فقط عن تنظيم حقوقي لعادات كان يعني موجودة، ويعني من قبل يمكن نشأت من عند نشأت الكويت. فهذا طبعا يؤكد أن فعلا الدستور هو فقط لتنظيم هذه العلاقة لا أكثر. أستاذ فهد، يعني صحافة الماضي بالتحديد برجع لها شوي، يعني واللي طالعتنا فيه من أخبار في تلك الفترة الزمنية، يعني انا جايب مجموعه من الصحف اللي سلطت الضوء على
يعني الدستور وعلى اصدار الدستور. هاي صحف نادره يعني كلها انت ما شاء الله عليك نادر موجود هيك بس عشان يعني نشرح بشكل بسيط. وهو بعد اصدار يعني قبل اصدار الدستور يعني احنا على الهواء في شهر 8 يعني خلنا نوقف عند هذه بس قبل ما نغير. في شهر 8 عام 1961 اصدر الشيخ عبد الله السالم يعني دعوه لانتخابات مجلس تاسيسي. فعلا صارت في طبعا نهايه في بدايه يناير اعتقد 1962 وفي 20 يناير 1962 تم افتتاح المجلس التاسيسي اللي ترأسه العم الفاضل عبد اللطيف نال غانم رحمه الله عليه. وشكلت طبعا لجنه لصياغه مسوده الدستور من 5 اعضاء كان رأسها الشيخ سعد عبد الله رحمه الله عليه. يعني هذه اللجنة وبالإضافة لتعاونهم مع الأعضاء والوزراء اللي كان في ذاك الوقت قاموا على إعداد هذه المسودة اللي انتهوا منها وأصدرها. طبعا تم صدور الدستور في 11/11 عام 1962 صادق عليه شيخ عبد الله سالم صباح في الصورة المعروفة التاريخية. نعم. اللي هي طبعا كان يسلم العم عبد اللطيف نال غانم والعم الخالد طبعا مسودة الدستور إلى الشيخ عبد الله السالم اللي وقع عليه وصادق عليه. نعم. في عندنا اول صحيفه اللي هي صحيفه الراي العام اذا المخرج يقطعها لنا اذا موجود ان شاء الله. طبعا هذه صحيفه الراي العام. النص الحرفي لمشروع الدستور اللي عرضوه قبل شوي. هذه صحيفه يراسها العم عبد العزيز سعيد كان رحمه الله عليه. يعني بدايه هي او من اوائل الصحف في الكويت، اول صحيفه يوميه في الكويت ابريل 1961 صدرت. فيعني حاطين النص الحرفي لمشروع الدستور. فهذه يمكن اول صحيفه. عندنا الصحيفه الثانيه مشروع اول دستور للكويت. نعم. هذه العناوين كانت هذه الطليعه المنشطات طليعه. هذه في 4 تموز 1962 مشروع أول دستور في الكويت. الدستور يناقش بعد العطلة الصيفية في المجلس التأسيسي، وكاتبين طبعا اللجان والقرارات اللي خذاها المجلس التأسيسي. في عندنا كذلك الصحيفة الثالثة صوت الخليج. طبعا هذه صوت الخليج اللي كان رئيس تحريرها ومؤسسها العم باغر الخريبط. مناقشة مشروع الدستور في المجلس التأسيسي. هذه طبعا تاريخها 13 سبتمبر 1962. نعم. قبل صدور الدستور حروة الشريط ثمين الصحف. اي نعم. فنشوف. نعم. يعني هني عم احمد الخطيب اللي هو كان دكتور احمد الخطيب رحمة الله عليه اللي كان نائب رئيس المجلس التأسيسي. نعم. وكان من انشط يعني النواب. يعني انا شفت صحف كثيره كان فيها يعني هناك اقتراحات عديده من مشاركات عديده من الدكتور احمد الخطيب. استاذ فهد ممكن تستعرض لنا يعني شنو قالت الصحف بالنسبه حق وقائع جلسات مجلس الامه في هذاك الوقت؟ يعني مثل ما قلت ان يعني مسوده الدستور كان هناك في نقاش يعني بين الاعضاء في اعداد مواد الدستور. هذه المواد اللي اشتمل الدستور على 183 مادة. نعم. هذه كانت نتاجها المناقشات هذه. يعني هالسنة هذه اللي هي عمر المجلس التأسيسي من بدايته يمكن في شهر يناير إلى إعداد أو مصادقة الدستور. نعم. في 11/11/62 كان مهمة هذا المجلس العمل على هذه المواد، واستعانوا في خبراء دستوريين. ويعني كانوا طبعا الجلسات يعني كانت جلسات يعني. نعم. كثيفة وعديدة ومناقشات يعني طول. يعني الجلسات كانت طول ساعات. نعم. من خلال هذه الصحف. نعم. كانوا حريصين في أن هذا الدستور يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي. والأهم من كذي أن الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه طبعا في معاهم في المجلس التأسيسي كان وزراء من الأسرة الحاكمة. نعم. فقال لهم أنتم ما صوتون على مواد الدستور، لأنه كان يبي الشيخ عبد الله السالم أن هذه المواد وهذا الدستور يطلع من يكون شعبي، يطلع من رحم الشعب. صحيح. وكان حريص على هذا الأمر. هذه مسودة الدستور. يعني شوف هذه الصحيفة صوت الخليج توزع على أعضاء المجلس. هذا العدد 12/7/1962. وطبعا في صحف عديدة إلا هالصحيفة هذه أنا ودي أعرضها، لأن مهمة هذا المجلس التأسيسي هو إعداد مسودة الدستور. لما انتهى من عمله وإعداد مسودة الدستور دعوا إلى انتخابات
مجلس الأمة اللي صار طبعا في يناير، يعني أول جلسة أعتقد في 29 يناير عام 1963، ولكن بعد طبعا يعني هذه الصحيفة بعد أول جلسة، هذه صحيفة الهدف اللي هي طبعا رئيس تحريرها كان مساعد، كان صالح، كان تصف الجلسة داود مساعد الصالح وشقيقة محمد مساعد الصالح كانوا مسؤولين الإجناعي طبعا مسؤولين عن هذه الصحيفة. هذا العدد 97 30 يناير 1963 يعني بعد الجلسة الأولى. شو تقول؟ هذا وصف الحين للحياة البرلمانية هناك. هذه طبعا مو هذه، هذه مسودة الدستور. إذا نقدر نروح على الصحيفة الثانية بنشوف إن شاء الله. أول مجلس أمة في جزيرة العرب. في جزيرة العرب. أي أول مجلس أمة في جزيرة العرب. جميل. يعني هذا أول مجلس أمة في الخليج، ولذلك التجربة البرلمانية والديمقراطية في الكويت تجربة قديمة. عريق. وتجربة عريقة. أستاذ فهد، أنا ودي أتكلم عن القضايا المطروحة أنذاك. شنو كانت أهم القضايا؟ يعني هم تناولوا مثل ما قلت لك أستاذ عيد يمكن مواضيع عديدة يعني تعلق بالمجتمع الكويتي في جميع جوانبه. يعني أول مادة في الدستور كويت دولة عربية. كويت دولة عربية، فالكويت كانت تعتز بانتمائها للأمة العربية، لذلك أول مادة وأول جملة في الدستور كويت دولة عربية، ولذلك الكويت دورها كبير في دعم القضايا العربية. الكويت احتضنت العديد من القضايا العربية ودعمت هذه القضايا على مر التاريخ وتعتز في عروبتها، لأن حتى في بعض المراسلات يعني الشيخ عبد الله سالم قال لهم مراسلات حتى الشخصية التجار يقول لهم الكويت بلاد العرب، كانت الكويت بلاد العرب. الكويت دولة عربية مستقلة، دائما نؤكد على استقلالية الكويت منذ نشأتها. الكويت عمرها ما تبعت أي دولة أخرى، فكانت مستقلة منذ نشأتها، والشواهد والأدلة عديدة على هذا الأمر. أكيد. وبعدين عاد نأتي إلى المواد الأخرى اللي فعلا انسجمت مع المجتمع الكويتي ومع طبيعته وطبيعة سكانه، واليوم احنا نعتز بهذا الدستور حقيقة اللي فعلا نظم العلاقة بين الحاكم وشعبه. نعم. طيب أستاذ فهد، طبعا واحنا نتصفح يعني في الصحافة والتاريخ الجميل هذا، لازم نسلط الضوء ونتكلم عن صاحب القلب الكبير أبو الدستور الشيخ عبد الله السالم. يعني الشيخ عبد الله سالم احنا دائما اطلق عليه العديد من الالقاب. نعم. ابو الدستور، ابو الاستغلال. نعم. لانه فعلا يعني الاستغلال يعني في 19/6 كان في عهد الشيخ عبد الله سالم. الشيخ عبد الله سالم تولى الحكم من عام 1950 الى عام 1965، ولكن طبعا من تولي الحكم كان هناك في يعني رغبه عند الشيخ عبد الله سالم في الاستغلال، وصار هناك العديد من المقدمات التاريخية اللي سبقت الاستغلال، تغيير العملة، إنشاء أول مصرف وطني في الكويت اللي هو البنك الكويت الوطني، وأمور عديدة. يعني كان هناك في مقدمات تاريخية يعني صارت أو سبقت عملية الاستغلال. النهضة الشاملة في عهد هذا الحاكم رحمة الله عليه، يعني كان هناك في نهضة شاملة في جميع الميادين. في مانشيت أنا في جريدة عندي إياها للأسف وأنا أدور ما يعني ما كانت حاضرة قدامي، لكن الرأي العام بعد وفاة الشيخ عبد الله السالم، الشيخ عبد الله السالم تولى الحكم في 25 فبراير عام 1950، وتوفى في 24 نوفمبر 1965. في جريدة الرأي العام 25 نوفمبر سكت القلب الكبير. سكت القلب. سكت القلب الكبير، لأن فعلا يعني الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه كان له يعني بصمة على تاريخ الكويت، خلينا نقول الحديث. نعم. وصمة كبيرة. نعم. فعلا يعني هذه الأمور يجب الآن نعيد حساباتنا أكثر ونركز في مثل هذه الأمور الديمقراطية. نعم. ويعني أهمية هذه الوثيقة ونحافظ عليها أستاذ فهد، ونؤكد على الحقوق والواجبات اللي داخلها. يعني الحمد لله احنا طبعا من خلال هذا الدستور ومن خلال هذا العقد يعني فعلا تقدمت الكويت يعني في موضوع الممارسة الديمقراطية. مثل ما قلنا يعني هذا الدستور لم يأتي من فراغ، هو عبارة عن كفاح طويل للكويتيين من خلال طبعا مجالس الشورى اللي قلناهم، من خلال انتخابات الدوائر الحكومية، وحتى من فترة قديمة يعني من خلال
العلاقة بين الحاكم وشعبه، الشورى كانت حاضرة في هذا الأمر، يعني بل وأن يعني بعد وفاة الشيخ سالم المبارك في عام 1921 يعني كان هناك يعني شارك أهل الكويت الأسرة الحاكمة يعني في ودعموا اختيارهم في اختيار يعني أصدروا وثيقة قالوا احنا اختاروا الأسرة الحاكمة ثلاث حكام أو ثلاث مرشحين، وقالوا طبعا الكويتيين في ذاك الوقت بعد ما اجتمعوا في ديوان البدر قالوا احنا ندعم اختياركم لهؤلاء الحكام واحنا معاكم. وهذا الحقيقة يعني يميز الشعب الكويتي ويثبت أن دائما الشعب الكويتي ملتف حول حكامه أكيد. منذ نشأة الكويت أكيد. طبعا إحنا نحب نختم كلامك هذا أن ندعي حق صاحب السمو الله يحفظه ويطول بعمره الشيخ نواف الأحمد ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وأسرة الصباح الكريمة والشعب الكويت الوفي أكيد، ونشكرك على حضورك، نشكرك على التاريخ الجميل اللي عرضته لنا ويعني والمواقف اللي ذكرتها اللي تخص الدستور الكويتي أكيد ومجلس الأمة والمانشيتات والصحف وكل هالأمور اللي تخص دولة الكويت وتاريخها العريق سياسيا وفي المنطقة. نورتنا وشرفتنا الأستاذ فهد العبد الجليل رئيس الجمعية الكويتية للتراث على هذه الجولة بين سطور وأوراق الماضي. وننتقل معاكم مشاهدينا إلى الزميل نجيب القطعان متواجد بسوق بيع الخيام بمحافظة الفروانية برفقة رجال قوة الإطفاء العام. مساك الله بخير نجيب، والكلمة والمايك والكاميرا لك. شكرا زميلي عيد، مسي عليك بالخير ومسي على الزميله ورود واسره هذا البرنامج. مثل ما تفضلت احنا فعلا اليوم موجودين في سوق الخيام في محافظه الفروانيه، والكل يعرف هذا سوق الخيام، لكن احنا الان ما شاء الله اليوم امطار الخير واحنا مقبلين ان شاء الله على الايام ان شاء الله القليله بموسم تخييم، لكن ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا اليوم يعني فريق الوقايه من قوه الاطفاء، وراح نتكلم اكثر عن حول الشروط الامن والسلامه ولحمايه العاملين وكذلك المشترين ليون سوق خيام. معنا العقيد محمد عبد الله محمد رئيس قسم تراخيص المحلات بقطاع الوقاية في قوة الإطفاء. مساك الله بخير ويعطيك العافية العقيد محمد وعساكم على القوة. حتى ودنا نوضح حق المشاهد الكريم موجودين بقطاع الوقاية بسوق الخيام بإجراءات الأمن والسلامة، حول نتكلم بالبداية حول التراخيص اللي موجودة في هذه المحلات اللي ما شاء الله نشوفها أكثر من فوق يمكن فوق 100 إلى 250 محل موجود في هذا الموقع. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم بالخير عليكم وعلى المتابعين. طبعا سوق الخيام طبعا من الأسواق القديمة بالمنطقة، يعتبر سوق الخيام صار له أكثر من 20 سنة تقريبا بمنطقة الري، ويعتبر من الأسواق الغير منظمة من ناحية البنية التحتية وغير معزولة الغسائم بعضها عن بعض، فيسبب خطورة عالية نفس ما تشوفون أنت وكذا حادث حريق حصل بالمنطقة اللي سبب جهد كبير على رجال الإطفاء ومجهود كبير عانوا فيه من دخول وخروج الآليات ومجهود على أعضاء القوة. نعم العقيد محمد، مثل ما تفضلت فعلا يعني احنا قبل ان نوصل هذا المكان يمكن دخلتنا وطلعتنا من هذا المكان شويه فيها نوع من الصعوبه يعني كذلك، لكن حتى على سيارات الاطفاء، لكن خلينا نتكلم انه ما شاء الله هذه المحلات اللي موجوده ونشوف ما شاء الله الناس موجودين الكل اللي بيشتري له خيمه حق البر، يعني هذه المحلات لا تزال مهمه رخصه صح نتكلم عنها، يعني شيء ما هي الاجراءات اللي الى الان ما رخصت هذه المحلات؟ أول شيء بالنسبة للتراخيص قطاع الوقاية يمشي يعني بإجراء معين اللي هو حسب الاشتراطات الوقائية والسلامة للمباني. عندنا كود خاص لقطاع الوقاية المعتمد لدى دولة الكويت نمشي عليه بترخيص أي منشأة في البلد. طبعا الكود هذا المنطقة الري غير سوق الخيام غير مرخص ابدا من جهه قوه الاطفاء العام لانه غير مطابق لهذا الكود. نعم لو نتكلم انه يعني قوه الاطفاء في جهات اخرى موجوده معاكم في هذا الموقع. صحيح، طبعا في جهات معنيه في البلد يعني مثال وزاره الداخليه تعاونوا معنا، بلديه الكويت الجهه المنظمه حق المكان هذا، ففي لجان قائمه وان شاء الله نتمنى ان سوق الخيام ينتقل من هالمنطقه الى منطقه أفضل ومبنى مغطى ومحمي ومقاوم للحريق وفي معدات توفر فيه معدات السلامة
والاشتراطات المطابقة للكود المعني لقطاع الوقاية إن شاء الله. لو نتكلم بالعقيد محمد عبد الله محمد رئيس قسم تراخيص المحلات في قطاع قوة الأطفال في قطاع الوقاية، يعني لو نتكلم عن الاشتراطات والوقائية التي لازم يتضح لابد أن صاحب أصحاب المحلات اللي موجود سواء العمال اللي موجود أو أصحاب المحلات يعني بتوفيرها سوق الخيام من طفايات حريق بعض الأمور اللي تحتاجها من يعني يعني لا لا سمح الله صار شيء على ما يوصل رجال الاطفاء الا على الاقل هم على الاقل يقومون في مهمه بسيطه شويه. صحيح، احنا بالفتره الاخيره طبعا حرصنا على كل غسيمه او كل محل انه يحط اشتراطات معينه تحميم البدايه، يعني حرصنا عليهم انه يكون عندهم مطفات حريق في احجام معينه، انه تغطي الى غد الله اذا صار حريق يقدر يكافح المكافحه الاوليه، وحددنا كذلك انه لا يكون متواجدين في سكن العمال بالمنطقة، وكذلك التصنيع والتخزين الغير منتظم بالمنطقة هذا يسبب خطورة عالية جدا على المكان اللي احنا فيه حاليا، وأساس نتجنب هالأمور نحاول نقلل التصنيع والتخزين ونحط حواجز وجدار فاصل بين الغسائم ونهتم بالتمديدات الكهربائية المناسبة حق كل غسيمة. عقد محمد لو تكلم إنه يعني الآن أنت وصلتوا حق أحد المحلات وطلعت مثلا في جولة تفتيشية لقطع الوقاية واتضح إنه والله بعض المحلات مو ملتزم بالشروطات الصحية، ما عنده طفاية، ما عنده بعض الشروط يعني حتى حق سلامته هو، شو تتخذون الإجراءات اللي معه؟ احنا حاليا قاعد نوجههم توجيهات ونرفع كتب للجهات المعنية إن المكان هذا غير مرخص من قبل قوة الإطفاء العام ويرجى اتخاذ اللازم بالمنطقة إنها غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والاشتراطات للغاية من الحريق. يعني خاصة قبل فترة بسيطة يوم يندلع حريق تقريبا رجال الإطفاء تموا أكثر من أسبوع وهم يمكن أكثر من 5 مراكز إلى 6 مراكز موجودين، يعني هذه المراكز يحتاجون في أماكن أخرى لكن تموا هني موجودين الله يعطيهم العافية وعساهم على القوة، يعني كان جهد وتعب وعمل، خاصة إحنا نشوف ما شاء الله حتى المواد اللي هني موجودة سريعة الاشتعال. صحيح، المواد طبعا سريعة الاشتعال وما تقدر تسيطر عليها بوقت قصير، خصوصا المكان غير مهيئ لدخول الآليات بطريقة سلسة وصعب الوصول إليها من دخول وخروج الآليات، وجهد كبير مكافحة هذه المواد. بما احنا في يعني هالامطار الحلوه ويعني هالجو الحلو الجميل هذا ما شاء الله الامطار امطار الخير على ديرتنا الغاليه، شنو ودك مثلا تقدم نصيحه لاصحاب المحلات للعماله اللي موجوده اللي جاي هذا السوق يبي يشتري خيمه من هذا الموقع من هذا المكان، شنو ودك تقدم له نصيحه عقيد محمد؟ اول شيء طبعا انا احرص على ممتلكات اهل الغسائم هذه ان يوفرون السور لكل قسيمه، يكون هناك سور بارتفاع 3 متر انه يحمي قسيمته وممتلكاته من انتقال الحريق من قسيمه الى القسيمه الثانيه، ويحرص ان التمديدات الكهربائيه تكون سليمه ولا يفكر بتصنيع اي منتج في المكان الحالي. يعطيك العافيه العقيد محمد عبد الله محمد رئيس قسم تراخيص المحلات في قطاع الوقايه في محافظه الفرواني في قوة الأطفاء، عساك على القوة، وكذلك رسالة شكر إلى رجال وقوة الأطفاء. راح نرجع للزملاء لتكملة فقرات برنامج مساء خير الكويت، عيد وورود لكم الهواء، اتفضلوا. كل شيء له وقته، واحنا بناخذ من وقتكم ساعة إلا. فيها بنتكلم عن كل شيء يهمكم. وبنحاور أهم الشخصيات وبننقل لكم الخبر أول بأول ونخليكم بالصورة قبل الكل وبنستعرض أهم التطورات في كل المجالات لأنكم منا وفينا بنقدم لكم ساعة إلا فيها كل اللي يهمنا ويهمكم ساعة إلا تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. يعطيك العافية زميلنا نجيب القحطاني وضيفه الكريم، وخصوصا ونحن مقبلين على موسم التخييم وشراء الخيام ومستلزماتها زميلتي ورود. أكيد عيد طبعا، والحين راح ننتقل إلى حفل الجمعية الكويتية لفنون التصوير اللي طبعا نظموا معرض نور 3 واللي اهتم بإبراز مواهب المصورين المحترفين بالتقاط المشاهد وتحويلها إلى صور طبعا استمتعوا فيها زوار المعرض. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير.
اليوم احنا في المعرض، معرض ابداع متميز مع نخبه وشباب كويتي وشابات كويتيات، لنا الفخر ان احنا وياهم ونشيل وناخذ ايدهم ونشيلهم للعنان فوق في السماء، ينطلقون ويرفعون اسم الكويت عالي، وفعلا رافعين اسم الكويت عالي. الله يوفقهم ويعطيهم الصحه والعافيه. الجمعيه الكويتيه لفنون التصوير تعني بخلق جو ودي من التصوير والترحيب بالكل وتبادل الخبرات والتعارف، ونشجع المصورين. بدأنا احنا اعلان الجمعية تم في شهر 12 2017، طبعا شوية حكرنا الكورونا. بدأنا في 2020 في المعرض الاول تحت اسم نور، وكان اقيم في صالة العدواني في الضاحية، ضم 50 مصور بـ100 عمل. بالإضافة إلى كذي سوينا بعض الفعاليات وورش عادة مجانية تكون مصاحبة للمعرض، على أساس أنه يكون يثري معلومات الناس، تبادل الخبرات، يتعلمون، نستفيد من بعض وكل هالأمور. المعرض الثاني كان أيضا معرض عام، ضم 176 لوحة من تقريبا 65 أو 70 مشارك. هذا معرض نور الثالث الآن. انتقلنا شوية إلى مرحلة يمكن شوية يعني متقدمة، اللي هو سوينا لجنة من مصورين محترفين من برا الجمعية لتقييم الأعمال، علشان نرتقي بمستوى الأعمال ونرتقي بمستوى التصوير والمصور، علشان لما يشوف أعمال أعلى بجودة وأفضل فنيا ممكن نتعلم ونستفيد كلنا منها. ضيفتنا القادمة الفنانة التشكيلية إسراء العنزي، اللي حرصت على تقديم كل ما هو جميل خلال مسيرتها، وخطوتها القادمة المشاركة بفعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب 45. معنا اليوم قصة جميلة من قصص كفاح وطموح المرأة الكويتية بالتحديد، وهي الفنانة التشكيلية إسراء العنزي، اللي حرصت على تقديم كل ما هو جميل خلال مسيرتها وخطوتها القادمة، وهي المشاركة بفعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب 45. حياك الله وسع المباركة وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. الله يحييكم ويعطيكم العافية. أبرك السعادة. في البداية ودي أتكلم عن مشاركتك في معرض الكتاب. مشاركتي في معرض الكتاب هي من ضمن مجموعة من الفنانين، فنانين نقابة الفنانين الكويتيين والإعلاميين، وكذلك هذا المعرض هو بالمشاركة مع المجلس الكويتي للفنون والآداب. وهذه المشاركة يعني أنا من ضمن تقريبا أكثر من 70 فنان وفنانة كويتية مشاركة. ما شاء الله تبارك الله. ودي أتكلم أيضا عن طبيعة المشاركة، اللوحات المشاركة في هذا المعرض. طبيعة المشاركة في المعرض هي مشاركتين، إما مشاركة في لوحة أو مشاركة من خلال ورشة راح تقام في جناح النقابة للفنانين، وهذه الورشة راح تكون مدتها يومين رسم حر. فيها يعني الورشة راح تكون تعليمية لزوار المعرض أو في جمهور مستهدف؟ لا، هي راح تكون تقريبا كل فنان يبرز يعني اسلوبه وفنه وتكنيك هو يختاره، وهم بعد ينتج لوحه فنيه. نعم، هذا الكلام يقودني الى سؤال المدارس، اللي يعني المدارس الفنيه والاساليب الابداعيه اللي ممكن تستخدمينها في عمليه المعرض بالتحديد وهذه الورش. الورشه حابه ان انا اقدم فيها عمل هو راح يكون جديد من نوعه، اللي هو الرسم من خلال الرمل، وهو راح يكون يعني
شيء وايد جديد، وبنفس الوقت حابة أن أنا أشوف الجمهور الكويتي شلون أن بإمكاننا نستخدم الرمل في عملية أو صنع لوحة فنية. نعم، يعني من خلال هذا المعرض نريد أن نعرف شلون تشوفين عملية تبادل الخبرات وأيضا تبادل الأفكار الفنية مع المشاركين معاكم بشكل عام. هي فرصة وايد كبيرة، مو بس أن الفنانين راح يشاركون، هي تعتبر تغذية بصرية، لأن الفنان راح يشوف والمؤلف وكذلك رواد المعرض راح يشوفون، سواء كانوا كتاب سواء كانوا حابين كذي عندهم شغف في القراءة، فراح يشوفون وراح يصير عندهم تحفيز إما لإنتاج لوحات فنية أو كذلك للكتابة. نعم، إحنا قاعد نشوف اللوحات هذه، حابة تعلقين عليها؟ اللوحات هذه من معرض الرمال، معرض الشخص الأول، كان فيه 22 لوحة، وهذيل اللوحات كلهم كانوا من رمال شواطئ الكويت. ما شاء الله. فهذا هو الفن اللي راح يقدم، اللي هو كيفية صنع لوحة كاملة من خلال الرمال. ما شاء الله، يعني المناظر صراحة والرسم جميل جدا، بارك الله فيك. اللوحة هذه راح تكون مشاركة في المعرض، معرض الكتاب، اللي هي لوحة الخيل. هذا الخيل عبارة عن خيل راقص، وهذه الصورة أساسا هي من عدسة المصور القطري عبد الله سرور، أوجه له تحية. ف يعني كان في فكرة في المعرض أنه مو بس الفنان يقدر أنه هو يبدع بشكل شخصي، بإمكانه أنه يوثق عدسات ويتكامل مع عدسات المصورين من خارج الكويت، وكذلك يجسد لوحاته. هذا تبادل الأفكار الفنية. أيوة، هذه تبادل الأفكار. نعم، أيضا هذا المعرض، معرض الكتاب القادم إن شاء الله 45، نقدر نقول عودة بعد كورونا. شو تشعرون بعد هذه العودة؟ صراحة أشعر أن هذا الكلام واضح من قلبه. من قلب أشعر أن في كمية كبيرة من الإبداعات اللي راح تطلع، خاصة أن فترة كورونا الإنسان شحن نفسه بكل هواياته وعرف حق شغفه الأساسي. ففي ما شاء الله تبارك الرحمن كمية من الوعي الحين صار عند الأطفال، عند الكبار، أن كل واحد عارف شنو الكتاب اللي يستهويه. وبنفس الوقت نقدر نقول لمن يشوفون الفنون شلون أنه راح تتكامل مع الكتب، خاصة أن الكتاب هذا يبي له تصميم، يبي له تصميم غلاف حق الكتاب، فراح يصير في تبادل للأفكار. في بعض من الكتاب يستوحون أفكارهم وكتاباتهم من خلال الرسومات، فراح يكون شيء وايد إبداعي وشيء وايد، يعني فرصة وايد كبيرة. نعم، بما أنك ذكرتي الأطفال، أيضا ما شاء الله تبارك الله تقومين في عملية تعليم الأطفال. صحيح. هل راح يكون في تعليم للمبادئ الخاصة بالفن التشكيلي؟ صحيح، أنا أقدم نوع من أنواع الفنون اللي هو نقدر نقول الأكاديمي، اللي هو الأساس حق كل فنان. حق كل فنان لازم يكون رسام، بعد ما يتقن فنون الرسم بعدها يتحول لفنان لمن هو ينتج لوحات الخاصة بطابع الخاص. فهذا الشيء يعني اللي أنا وايد مسلطة الضوء عليه، إن شلون إن أنا أوصل لهم المعلومة بحيث إن هم ينظرون للحياة بشكل عام بمنظور ثاني، ويقدرون يجسدون أعمالهم اللي تكون 3D في السطح، يعني يكون يعني ثنائي. لا تش العافية. الله يعافيك. قصرت على هذا التوضيح، نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله في هذا. أجمعين يا رب. كل الشكر والتقدير للفنانة التشكيلية إسراء العنزي على وجودها معنا في هذا البرنامج. في كل عام يحتفل العالم بإقامة فعاليات لليوم العالم لمرض السكري، وفيه يقدم الأطباء والمختصين إرشادات ونصائح توعوية للوقاية من هذا المرض. كاميرا برنامج مساء الخير يا كويت وثقت جهود الكوادر الطبية في مركز فنيطيس الصحي. متابعة طيبة. مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى الكويت هناك احتفاليات متواترة ومتعاقبة ليوم السكر العالمي اللي صادف 14 نوفمبر من كل عام، وهذه تكتسب أهمية خاصة لأن من خلال هذه الفعاليات يصير في نوع من المنصات اللي تتواصل فيها العاملين مع
الجمهور الكريم لإرسال رسائل صحية. قيمة السكر هو الآن يعني تقريبا كل خامس فرد في الكويت يعاني بشكل من أشكال السكر، يا أما ما قبل السكر أو السكر أو مضاعفات السكر. فهني لازم توصل رسالة صحية حديثة بسيطة، من أنه السكر مرض صامت، مضاعفاته ممكن تضرب العين، ممكن تضرب الكلى، ممكن تضرب الأطراف، ممكن يعني في كذا جهاز ممكن يتأثر. لكن الحلو فيه إنه هو يمكن الوقاية منه. الوقاية منه تأتي من خلال حركة، فحوصات دورية، اختيار الغذاء، والتواصل مع الطبيب. احنا حبينا اليوم ان احنا نجيب الشركات اللي تهم مرضى السكر. طبعا هي يعني هذه الفعالية تعتبر مو نفس الفعاليات اللي كل مرة احنا يعني نسويها، بهدف ان نعرف مرضى السكر على المنتجات اللي موجودة في الاسواق الكويتية، وعلشان حتى يعني اذا حبوا انهم هم حتى الاكل العادي طبيعي يعني شلون هم يقدرون انهم يحسبون الكربوهيدرات وشلون يقدرون انهم يتناولونها بكميات معتدلة. أعتقد التوعية اللي قاعد تقوم فيه المراكز الصحية يحدد مستوى الخدمة الطبية في وزارة الصحة. إن التوعية شيء مهم بالنسبة لأمراض السكر، وأعتقد إن الآن الكل مهتم في هذه المشكلة اللي هي تسبب وتعمل مضاعفات طبية مختلف الأجهزة اللي موجودة في جسم الإنسان، إن كان هو جهاز القلب، الدورة الدموية، أو البصر بالنسبة للعيون. واعتقد ان احنا شايفين، انا اعتبر انه احتفال بعمليه التوعيه. مشاركتنا كشركه كي دي دي ما هي الا تبيان للفخر لخطوط الانتاج الجديده اللي حرصنا ان تكون العنوان مالها هو الحياه الصحيه، والمنتجات الخاليه من اللاكتوز، من سكر الحليب، والمنتجات الخاليه من السكر المضاف. فهذه اصبحت خطتنا المستقبليه للحرص على ان جميع المنتجات تكون من ضمن معايير صحيه، ونكون نراعي مصلحة المستهلك دائما. ضيوفنا القادمين عبد الله الحداد وغانم المطوع، أعضاء الفريق الكويتي لحل المربعات روبكس كيوب، والحديث عن إنجازات الفريق. مشاهدينا الأعزاء، الحين معانا قصة جميلة أخرى طبعا يتميزون فيها شباب الكويت في تنمية مهاراتهم وطموحاتهم حتى أنهم حققوا مراكز متقدمة في لعبة روبكس كيوب، وهي حل المربعات. وطبعا كونوا فريق كويتي يهتم فيها. حول هالموضوع يسعدنا أن نلتقي بأعضاء الفريق الكويتي لحل المربعات الروبكس، عبد الله الحداد وغانم المطوع. أهلا وسهلا، حياكم الله عبد الله وغانم، منورين، مساء الخير يا كويت. صراحة أنا طبعا لما خذيت الكيوب كانت مترتبة، عفستها عشان أبي غانم يحل إياها. بس بعد ما أسألكم هذا السؤال، أبي تعطوني فكرة عبد الله وغانم عن فريقكم اللي هو فريق روبكس كيوب، ويعني شلون قررتوا أن تسوون هالفريق، وما شاء الله حصدتوا ميداليات ذهبية قاعد أشوف قدامي. احنا بالبدايه كنا مجموعه صغيره، يعني 2-3 ربع كنا نحل المكعب. فقلنا ليش ما ننشر اللعبه دام اننا نقدر ننمي الشباب والطفل الكويتي والشباب الكويتي. جميل، ننشرها حق الناس. فبلشنا اكونت انستغرام، اعلانات خفيف، تجمعات بالاماكن العامه، فينيوز 360. وفي شباب وفي يعني في تجاوب ويانا كان. الحمد لله ستيب باي ستيب، وصعدنا يعني سلم شوي شوي. جميل جميل. غانم كم عمرك؟ 12 سنة. أي. الحين أنا يا غانم هذه عفستها، تقدر ترتب لي إياها؟ إي. تاخذها تشوف شلون ترتبها. وش كثر يطول الوقت؟
أنا بالعادة 13-14 ثانية. 14 ثانية تقريبا. عمرك 12 سنة العمر كله وشاطر بالمدرسة مثل اللعبة. إنزين كلمني عبد الله، شنو اللي يميز هاللعبة يعني؟ خلصتها؟ أشوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، فعلا 15 ثانية تقريبا رتبتها. 15 يعني هل هي تحتاج ذكاء؟ هي في تكتيك معين؟ هي اللعبة تدمج بين الحفظ والفهم. أي. فلما الواحد يحاول يفهم شيء جديد المخ يعصر نفسه فينمي مخه. جميل. يستجوب وياه مع الوقت. يعني أنا أقدم دورات مع الوقت. أي. بالبداية يكون ما يستوعب معي، بعدين ينفتح مخه ويكمل وياي وعادي. نعم. وهي عبارة عن خوارزميات وحركات. نعم. فلازم يكون متجاوب وياي الشخص. يعني تحتاج اي كيو، ذكاء معين، تركيز، سرعه من بديهة. شخص لشخص يعني عادي، مو لهالدرجه اللي تحتاج ذكاء يعني. انزين غانم، انت يعني كان عندك مشاركات وخذيت ميداليات قاعده اشوفها موجوده قدامي، شنو المشاركات اللي شاركت فيها وحصلت هذه الجوائز؟ شاركت بثلاث بطولات. حلو. بطوله بالكويت وبطولتين بالبحرين. وطلعت الاول؟ اي الحمد لله. كلمني عن المراكز اللي يعني اخذتها. عندي 13 ميدالية بالروبكس كيوب. عندي 5 جولد، 2 سيلفر، و6 برونز. زين يعني غانم انت بهالعمر توك يعني 12 سنة العمر كله ان شاء الله، منو يشجعك يعني؟ اكيد لابد انه في تشجيع، في احد يعني يساندك علشان تاخذ ما شاء الله هالميداليات. وتوك قلت لي انه رحت البحرين خذيت الميداليات، معناته فيها سفر وفيها روحة وردة، صح؟ صح. اي طبعا اللي شجعني يعني تشجيع من أهلي. أيه. والحمد لله هم اللي خلوني أن أقدر أسافر حق. جميل. البطولة. جميل. والكيوب حق البطولة يبي له تدريب. أيه. منو يدربك؟ نفس الفريق يعني في دورات بالفريق عبد الله؟ الفريق في دورات، ودائما إحنا يعني بعد ما نعلم اللاعبين يعني مو بس إن دورة مثلا خلاص. أيه. لا دائما نسوي تجمعات. حلو. نطور اللاعبين وإحنا نهدف العالمية. ان شاء الله ان شاء الله توصلون العالميه. إن شاء يعني انتم عيال الكويت واحنا يعني كلنا فخر انكم ما شاء الله كذي اذكياء وعندكم هذا الفريق وقاعدين تمثلون اسم الكويت في البطولات الخارجيه. بس قبل لا توصلون العالميه، هل في قوانين معينه مثلا في اللعبه؟ هل في اسس معينه علشان مثلا تشاركون في هالبطولات وكذي؟ لا هي المشاركه بسيطه يعني، بس ان تسجيل. اي بما انك تعرف تحلها تقدر تشارك، والقوانين بسيطه يعني، بس انه مثلا قبل لا تبدي تحل 15 ثانيه اللخبطه تجي من مكان معين مو عشوائيه. اي وبس يعني بسيطه اني ابدي احل وبس. زين بس هو ما شاء الله عليه سريع يعني 13 ثانيه اشوفها او 15 ثانيه صح؟ اي تقريبا رديت لي اياها مثل ما كانت. شنو السر اللي فيك يعني؟ قول لي غانم. هو الكيوب. اي له قوانين. القوانين البيجنر غير عن القوانين السريع. حلو. يعني انت مو بيجنر. اي لان انت ما شاء الله عندك ذهبيات. اشرح لي كمل لي. اول شيء طريقه حل الكيوب. اي الحين. أي. عندي الابيض لازم اسوي كروس. اي الكروس اللي هو الزائد الابيض سويت الزائد الابيض. حلو. من بعدها اسوي الاف تو ال. الحين انت قاعد تعطينا اسرار صح؟ اي اي ما شاء الله. الحين هذا الاف تو ال، الحين هذا الاول ال اني اسوي الاصفر. هني يكون بالحفظ ما شاء الله. هني الفي ال ال هذا. زين اقول لك سر، انت الحين اعطيتنا كم سر؟ ان انا لما كنت من عمرك كنت العب في هذا الكيوب. بس ما عمري شاركت في بطولات صراحه يعني اعرف هالكيوب. بس انت توك ذكرت لي عبد الله انك تطمح للعالميه. عدل. فالعالميه معناته ان هناك ايضا بطولات حول العالم. صحيح. صح. انزين وشون توصلون لهذا؟ انتم الحين حصلتوا بالبحرين مثلا وغيرها مثل ما ذكر لي غانم الذهبيه، شلون توصل حق العالميه؟ مثال انت قلتي 13 ثانيه سريع. اي لكن بالحقيقه الرقم العالمي 3.7 ثانية. إيه الورد ريكورد 3.7. ما شاء الله. والورد ريكورد حق الأفرج 4.8. 4.83 اللي جابه ماكس بارك تقريبا. جميل. قبل كم شهر. أنتوا فإحنا أرقامنا يعني أنا أرقامي على 9 ثواني. فللحين قاعد نطور الفريق.
جميل. زين ايش رايك نبي المثلث ما نبي المربع؟ المثلث عند غنوم مو عندي. زين نبي عندك انت عيل تبي المثلث مثلا؟ ليش خذيت الصغير؟ عادي ناخذ الكبير. يلا خلينا نشوف. تمام ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحين كم ثانية أنت خلصت؟ أنا تقديريا الحين يمكن 11 ثانية أقول. معقولة؟ أنا أحس إن غانم خلص أسرع منك. لا لا ها غانم منو الأسرع؟ أنا أسرع أكيد. صدق؟ أنا أنت تدربه؟ إيه. أنت إنزين وهم عندك أنت أيضا بطولات ومشاركات؟ أنا شاركت بس بالكويت للأسف ما قدرت أروح وياهم البحرين كان عندي ظروف. بالكويت جبت الرقم الكويتي. إيه. بس وراها على طول احمد العليمي كسره للاسف ما خذيت ولا ميداليه. لان في شخص يعني معاكم بالفريق فاز عليك. ايوه. انزين واللي بالكويت هم ايضا يشاركون من دول اخرى ولا بس على مستوى الكويت؟ في شاركه ومن عده تقريبا اربع دول، في من الاردن كان اي ومن مصر اي ما اتذكر اذا في دول ثانيه بس هذول الدول اللي اتذكرهم يعني. نعم وبس. نعم جميل جميل. شنو تحبون تقولون حق الشباب اللي من عمركم؟ يعني انت يمكن قبل الهوا قلت لي عمرك 16 سنه والعمر كله، وايضا غانم عمره 12 سنه. شنو توجهون كلمه حق اللي عندهم طموح سواء في هذه اللعبه الروبكس المربع او غيرها؟ شنو تحبون تقول لهم كلمه تشجيعيه يعني وتحفيزيه؟ بالنسبه حق الشباب الكويتي الحين اغلب الناس يتجهون حق مثلا التليفونات، البلاي ستيشن، كمبيوتر. غير شوي من نمط يومك الروتيني. شوي اكسر روتينك، مثلا امسك المكعبات روبكس كيوب، اطلع تمشى، سوي لك رياضه، دش نادي، غير شوي. وفي العاب غيرها بعد؟ في العاب غيرها مثلا الشطرنج، شوي غير من روتينك. واستفيد. نعم. فهذه كسره روتين. نعم. منها فائده وتنميه للمخ. جميل جميل. طبعا انا اشكركم واتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا بتلفزيون الكويت ونتمنى لكم التقدم وتوصلون للعالميه مثل ما تطمحون ان شاء الله في هذه اللعبه وتجيبون الميداليات الذهبيه وتزيد هالميداليات. مشاهدينا طبعا نقول لشبابنا واصلوا تميزكم من اجل رفع اسم الكويت عاليا. كل الشكر لاعضاء الفريق الكويتي لحل المربعات الروبكس عبد الله الحداد وغانم المطوع. وراح ننتقل طبعا الى تقرير في اطار تنظيم المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب للانشطه والفعاليات. افتتح المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام الذي أبرز الثقافة الصينية والعلاقات الوثيقة بين البلدين. نتابع معاكم هذا التقرير. تلقيت دعوة كريمة من السفارة الصينية لحضور مهرجان الثقافة الصيني للسينما والطعام، وأعتقد أن هذه فرصة جميلة جدا أن احنا نطلع على الثقافة الصينية عن قرب. طبعا أنا تشرفت بزيارة الصين وحضرت هناك مؤتمر مع مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والباسيفيك، ولكن هذه الفرصة الثانية لي حتى أتعرف أكثر على هذه الثقافة. طبعا الصين معروفة بثقافاتها، تعدد الثقافات، إنتاجهم ما شاء الله غزير جدا في السينما، وأيضا مأكولاتهم شهية جدا. أنا سعيد جدا اليوم أن يكون مدعو إلى هذا العرض السخي والمختلف لدولة اسمها الصين. طبعا جولت بهذا المعرض، كان أثر الجولة كثير رائع في نفسي، تعرفت على أجزاء بسيطة من الكلتشر، من التراث الصيني، وحتى بعض الأكلات الصينية موجودة أيضا، وحتى في عرضين بعض المشاريع الصينية الكبيرة جدا التي تم إنشاءها في الصين.
مشاهدينا الاعزاء وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من مساء الخير يا كويت، ونتمنى انكم تستمتعون ببقيه برامج تلفزيون الكويت، ومثل ما يقولون عطله نهايه اسبوع سعيده، والى اللقاء. اللهم امين. وصلنا معكم لختام هذه الحلقه، اجازه سعيده ان شاء الله، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.